متابعي انفستدي، الان كنتواجدوا بسوق الحريه المعروف بنجديه. جينا اليوم باش نعاينوا الاسعار ديال الخضر الفواكه وحتى الاسماك. كنعرفوا بان الاقبال عليها كيتزاد بزاف في الموسم ديال رمضان، فبقوا معنا. لكن ممكن عفاك تقول لنا الاسعار ديال كل خضره السعر ديالها؟ هذا هو تنشريوه ب 4 دراهم 4 ونص، تنبيعوه ب 5 6 دراهم. هذا وكذلك الخيار تيعمل 4 دراهم في بلاصتو باش ناخذو، تنبيعوه ب 6 دراهم 5 دراهم. الفلفله اللي غاليه هاد الايامات تنبيعوها ب 14 درهم تتعمل 12 درهم في بلاصتها. هذه الخضره؟ اي الخضره. والحمراء تتعمل 12 درهم، الحمراء والصفراء. وكاينه هذيك الطويله تتعمل حتى هي شي قولي ما بين 10 12 هي. مطيشه تتعمل 9 درهم في بلاصتها. هاد الايام تطيح وعاوتاني تطلع. كنا ناخذوها بشي 8 درهم. البارح خديناها ب 10 درهم، ب 9 درهم. ايوا هادشي اللي عطا الله. تنبيعوها ب 10 12 سا ديبون. البيع والشراء ديال الخضره انا غنوريك. بحال بكريم اللي كنا نديروا داك اللحم في الوجبات، يعني في القرح ولا في الفرح. ما تيكونش اللحم ديك الساعه، ما كانش هاد الدجاج رومي. قال لك نظر الوجوه وفرق اللحم. تشوف شي انسان اللي هو ما هو راك تزيد عليه داك الدرهم ولا هذا، كتشوف لي شي واحد بوفر بحالي تتنقص عليه. وبالنسبه للفلفله تيطرو شي اخبار كيقولوا بان وصل الثمن ديالها حتى 25 35، شنو كتقول؟ غير دعايات هذيك بنتي. كما قلت لك اللي شفت في الفيديو تيقول لك مطيشه تتعمل 5 دراهم ومن تتوصل هنايا تبيعوها ب 12 درهم. سان بوسيبل، غير ممكن هادشي. هادشي غير هضره ديال السوق. من ما تلقى ما يدير راه تيعمر الشوارج. ما الفلفله قلت لك تزادت من رمضان لهادشي، قبل رمضان ما عمرها وصلت لهادشي. لكن حنا نزلنا للاسواق اخرى وقالوا لنا بان لقينا بان الفلفله وصلت حتى 15 درهم الخضراء، والاخرين وصلوا 25 درهم. هذيك الفلفله الصفراء نتفق معاك وصلت تبيعوها 25 24 درهم، والخضراء كما قلت لك 16 18 باش نبيعوها هنايا، ما تنفوتوش هذا. ايوا ما كاين ما يدير، خصك تفك. الا ما فكيتيش غادي تلوى لك اللوحه، اش غادير؟ اليوم الاثمنه كاينه في متناول الجميع. انت كاين الميرنا 60 درهم، كاين الفرخ 70 درهم، كاين السي بي 70 درهم، كاين كروفيط 183 درهم، وكاين السرديد 15 درهم. وهاد الاسعار هي اللي كانت هذه مده من شويه السوق الحمد لله، الاسعار في متناول الجميع. عندك الاسعار في رمضان تكون السيمانه الاولى. السيمانه الاولى صافي بدا تبدا تعوض، صافي السوق تيطيح. وتقدر الا كنتي باقي عاقل تذكرنا بالاثمنه اللي كانت في السيمانه الاولى؟ الاثمنه ديال 80 درهم، الفرخ كان داير 100، كروفيت كان داير وصل حتى 150 درهم، السردين وصل 500 درهم 20 درهم، واليوم الحمد لله. وحنا كنعرفوا في رمضان كيكثر الطلب على الاسماك. حيت دابا في رمضان اغلبيه دابا كلشي تيبغي دابا يفطر بسبب الحوت اغلبيه. ودابا هذيك السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، دابا السيمانه الثانيه والثالثه والرابعه كلشي دابا تيمشي للحوايج، تشوف الناس قصاريه، تيبقاش الناس ياكلوا بزاف صافي. وبالنسبه مثلا الاسعار في السيمانه الاولى، واش ملي كانت مرتفعه كان الاقبال ولا والو؟ الاقبال بان تياخذ على جهده، كان بغى ياخذ كيلو تياخذ كيلو ولا روب، الحمد لله بان كله تيمشي على جهده. الفواكه اليوم لافوكا 30 درهم، وكاين المونك 30 25 درهم، كاين الاناناس 25 حتى 30 درهم، وكاين المشماش من 40 حتى 36 درهم، ماندارين من 24 حتى 20 درهم ديال الدومين رويال، كيوي 40 درهم، وكاين ديال 100 درهم، التفاح كاين من 30 24 20 درهم. وكاين الاقبال على هاد الفواكه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، ولكن هاد العام راه شويه ناقصه الامور، ماشي كيما مولفه، هذا هو اللي كاين. وبلادنا كتشهد واحد الموجه ديال غلاء الاسعار، واش ما تاثرتوش انتم الباعه ديال الفواكه بهاد القضيه؟ لا الحمد لله، حنا غاديين بحال ذاك العام بحال هاد العام بحال توامن ديما غاديين هما. يعني ما تزادوش؟ ما تزادو ما تنقصو والو. وكانت هذه جولتنا اليوم في سوق بنجديه، دوينا مع التجار، عرفنا الاسعار، وعرفنا حتى المشاكل ديال هذا السوق، فنتلاقاكم ان شاء الله في لقاء جديد قريبا جدا، بالسلامه عليكم.